مع الحكيم مع الدكتور عبد العزيز الراجحي. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحكيم، ومعنا اليوم الدكتور محمد كامل. الدكتور محمد هو استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمركز مغربي بالرياض وزميل كلية الجراحين الملكية. دكتور محمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين. دكتور محمد، اليوم ودنا نتكلم عن الرعاف واللي هو النزيف من الأنف. ممكن تعطينا فكرة عن أسباب النزيف في الأنف وأكثر الأعمار يلي تحدث فيه؟ طيب، النزيف من الأنف الأعمار المتراوحة هو في الأطفال أقل من سن 10 سنين، ويزيد في نسبتهم عن السن اللي هو أقل من 5 سنين، بيبقى نسبتهم 30% من مصابين الأطفال، ومن سن 6 إلى 10% حوالي 60% من مصابين الأطفال. والبيك انسيدنس او المعدل العمري الثاني اللي بيبقى عالي فيه اللي فوق ال 55 سنه. واسباب النزيف هي اسباب كثيره، منها موضعي في الانف ومنها عام يختص بالجسم بصفه عامه. الموضعي في الانف في الاطفال الصغار الاكثر شيوعا هو اللعب في داخل الانف، يليه ادخال جسم غريب في داخل الانف، بعد كده حساسيه الاغشيه المخاطيه للانف والجيوب الانفيه، بعد كده بيأتي التهابات الميكروبية للأنف والجيوب الأنفية، وبعد كده بتأتي الأورام في داخل الأنف. أما الأسباب العامة فهي أمراض الدم، سيولة الدم، أو في كبار السن ارتفاع ضغط الدم، أو بيبقى كناتج عرضي لبعض الأدوية من مسيلات الدم اللي بياخدها كبار السن لمنع الذبحة وفي أمراض القلب. جميل جدا دكتور محمد. خلينا نركز الآن في نقاشنا على الرعاف اللي يصاب فيه الأطفال في سن أقل من 10 سنوات. تمام. ذكرت أنه الغالبية العظمى من الإصابات تتم بسبب اللعب بالأنف والحساسية من الأنف. أي نوع من الحساسية دكتور اللي ممكن تسبب النزيف؟ الحساسية الأغشية المخاطية للأنف تؤدي إلى احتقان الأغشية المخاطية للأنف، ومن المتعارف عليه أنه الغشاء المخاطي للأنف مليء بالأوعية الدموية، فاحتقان الغشاء المخاطي يخلي الأوعية الدموية أكثر احتقاناً، فأي عطش شديد أو زيادة ضغط في الأوعية الدموية بسبب إمساك أو عطش شديد ممكن يؤدي إلى نزيف. جميل دكتور محمد، نسمع دائماً مقولة، ما أعرف إن كان هي صحيحة ولا لا، ويمكن أنت تصحح لنا إياها، أنه الطفل كان في الشمس وبسبب الحرارة الشديدة وضربة الشمس نزف الأنف، هل هذا صحيح؟ هو صحيح وغير صحيح، يعني بمعنى انه هو فعلا الشمس يؤدي الى تمدد الاوعيه الدمويه، تمدد الاوعيه الدمويه لما تكون اوعيه دمويه ضعيفه يؤدي الى النزيف. وفي جو زي جو الرياض اللي هو بيتمتع او بيختص بالجفاف ممكن يزيد ده مع تعرض للشمس فعلا. طيب في حاله زي هذه دكتور، ما هي الاجراءات الاوليه التي يتم القيام بها لايقاف النزيف؟ احنا نسمع نصائح كثيره، اللي يقول نزل راسك تحت، اللي يقول ترفع راسك فوق، اللي يقول تضغط، اللي يقول دخل مناديل، ما هو الحل الأمثل لإيقاف النزيف؟ طيب احنا متعرف عليه ان هو لو نزل الراس تحت هيبقى في الجاذبية بتشتغل شغل زيادة بتزود ضغط الدم في الراس فيزيد النزيف، فده مش صحيح. الرجوع الراس للورا بيؤدي لان الدم يدخل من الأنف على الحلق وممكن المريض يحصل له اختناق او هزيمة. المفروض ان هو المريض يبقى جالس، تمام؟ جميل. راسه للخلف سنة خفيفة، يعني نضربه 15 درجة بالإبهام والسبابة، يمسك مقدمة الأنف تماما، مش فتحات الأنف، مقدمة الأنف كلها، ويضغط عليها لمدة 5 دقائق مع فتح الفم والتنفس من الفم لمدة 5 دقائق. 5 دقائق. جميل. هل يغني عن مسك الأنف وضع المناديل داخل الأنف مثلا؟ لا، وضع المناديل هو اللي بيعمله الآتي، إن هو أول حاجة المناديل ما بتبقاش ضغطة بقوة كافية بحيث إنها تقفل الوعاء الدموي، فهو بيسد مقدمة الأنف من أمام وتجد الدم بيتجمع للداخل. الحاجة الثانية انه لما بتيجي تشيل النزيف بتحرك الجلطة اللي موجودة في مكان النزف، فبيعيد النزف مرة ثانية. جميل. انت تقصد بالجلطة اللي هو الدم اللي تجمد على المكان اللي نزف وسد النزف منه بالضبط. أيوه، فلما بالضبط. تسحب المنديل تسحب الجزء، تسحب التجلط ده اللي هو بيبقى في الوعاء الدموي، فهي عاد فتحه من جديد. طيب اذا انا عندي او اذا المستمعين الكرام عندهم اطفال مثلا ينزفون بكثرة، ايوه، متى يجب أن ينشغل الأب أو الأم ويجيب الطفل للدكتور إذا نزف كل كم مثلا؟ لا، هو بصفة عامة لما يجي يحصل نزيف مفضل أنه هو يروح للطبيب عشان يعرف المشكلة فين ويمنع تكررها. يعني احنا مش لازم نستنى لغاية ما الطفل يتكرر عليه النزيف عشان نروح للطبيب،
لا، طالما انه في ناس حصل مره او مرتين يروح للطبيب يشوف السبب. لو هو عنده حساسيه هديله علاجات انتهى الموضوع. لو هو بسبب جفاف هديله مرطبات. انما لو هو حاجه متكرره بصوره دوريه وكميات كبيره لازم الدكتور هيعمله تحليلات عشان يطمن انه ما فيش اسباب عامه لسيوله الدم. هل في مرطبات للأنف؟ احنا نسمع عن مرطبات للعيون، لكن هل في مرطبات للأنف؟ طبعا في مرطبات للأنف. مية البحر من أكثر الحاجات المرطبة للأنف، بالإضافة في أنواع من الجل برضو تستخدم كمرطبات للأنف. مية البحر هذه تيجي عبارة عن قطرات للأنف موجود فيها ماء مالح، ماء بحر؟ هو مش كده، هو بمعنى أنه هو مية محطوط عليها مالح أيزوتونيك، يعني معامل الاسموزي فيه موازي للدم، يعني ما بقاش حاجة بتسحب مية من أنسجة الأنف ولا بتضخ مية في أنسجة الأنف، فهو بيرطب الأنف بس. نسبة الملح فيه تبقى 9% تمام، فده بيبقى متجهز. هو بيطلق عليه ماء البحر بس هو عادة أقرب للنورمال صلاين، أقرب لمحلول الملح اللي احنا بنستخدمه طبيا. طبعا السؤال التالي المتوقع اللي بيجيك، هل اقدر استغني عنه باني انا اذوب مويه وملح واستخدمها كقطرات؟ لو طبعا لانه الحاجات التجاريه بتبقى غاليه شويه، فلو الشخص عايز يحضر ماء البحر في البيت هيجيب لتر مويه صحة، هيحط عليه مقدار معلقه شاي ملح طعام ونقطه بيبي جونسون شامبو، ويقدر يستخدم سرنجه 10 ملي لغسول الانف مرتين يوميا. جميل جدا دكتور. الأسباب الأخرى اللي أنت ذكرتها من ضمنها الأورام وأمراض سيولة الدم، هذه في الكبار، أيوة. في كبار السن وارتفاع الضغط. لا، حتى سيولة الدم ممكن تبقى في الأطفال الصغيرين. شكرا لك دكتور محمد. مستمعينا الكرام، نخرج في فاصل قصير ونعود إليكم. مع الحكيم، مع الدكتور عبد العزيز الراجحي. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، ونعود نكمل مع الدكتور محمد كامل حول الرعاف ونزيف الأنف. دكتور محمد، أنت ذكرت أحد أسباب نزيف الأنف ممكن تكون أمراض سيولة الدم. هل الأب أو الأم لديهم طريقة أو مظاهر ممكن من خلالها يكتشفون إذا كان نزيف الأنف بسبب أمراض أخرى غير الإصابات في الأنف؟ بالنسبة لسيولة الدم، طبعا أول حاجة أن سيولة الدم أمراض وراثية، فعادة بيبقى فيه تاريخ الأسرة، إنما في حالات قليلة بيبقاش الأمراض الوراثية لها علاقة بالسيولة. فلما بيجد أهل الطفل إنه الطفل بيزرق مع خبطات لفترات طويلة، بتقعد فترة طويلة، أو إن هو لما بيجرح في أي مكان في جسمه بيقعد ينزف لفترة طويلة، ده يبتدي يصير علامة إنه قد يكون عنده أمراض من أمراض سيولة الدم. فلو حصل ده مع نزيف، طبعا من أول مرة مفروض إنه يتابع الطبيب. جميل. لو حصل النزيف يا دكتور مع كبار السن أو من هم أكبر من 55 سنة، هل في إجراءات معينة يجب أن يقوم فيها المريض لوقف النزيف، ولا هي نفس الإجراءات اللي تتم على الأطفال؟ هي مبدئيا نفس الإجراء الأولي، إنما هو لو مريض ضغط لازم أول حاجة أعملها بعدها إن هو بيقيس الضغط بتاعه، ولو الضغط عنده عالي لازم يروح للطبيب عشان ينزل له الضغط بتاعه، لأنه النزيف عادة بيبقى ناتج عن ارتفاع ضغط الدم. جميل دكتور. لو طلعنا شوي عن موضوع الرعاف وتكلمنا عن موضوع اللحمية. أيوه. اللحمية لدى الأطفال. الأطفال. هل هي موجودة بنسبة كبيرة؟ طيب، اللحمية هو نسيج لمفاوي موجود في البلعوم الأنفي للأطفال عادة. مفروض إن هو بيزيد من سن سنة، تمام، ويبتدي يكبر من سنتين لأربعة، ويبتدي يكمش في الحجم بعد سن 7 سنوات. فهو موجود عندنا كلنا في البلعوم الأنفي، إنما بيقصد باللحمية لما بتعمل هي انسداد في التنفس، لما يكون حجمها ضخم بحيث انها قافلة الأنف، او بيحصل فيها التهابات متكررة تؤدي لالتهابات مزمنة في الأذن الوسطى. كيف يمكن للأهل الدكتور محمد يعرفون ان الطفل عنده لحمية؟ هو الأهل مش هيعرف اذا كان الطفل عنده لحمية ولا لا الا بمتابعة الطبيب، انما الأهل ممكن يعرفوا بسهولة جدا ان الطفل بيفتح فمه وهو نايم، بيشخر وهو نايم، ده معنى ذلك انه الأنف عنده مسدود. أسباب انسداد الأنف في الأطفال كثيرة، من ضمنها تضخم اللحمية، فهو لما بيكون في فتح الفم أثناء النوم أو شخير أثناء النوم لازم يراجع الطبيب عشان يعرف دي حاجة زي حساسية الأنف والجيوب الأنفية تتعالج، ولا تضخم في اللحمية في البلعوم الأنفي ودي تحتاج عملية. إذا كان في تضخم في اللحمية، هل هذا يحتاج دائما دكتور عملية، ولا ممكن يعالج في البداية وبعدين إذا ما نجح يسوي عملية؟ التضخم اللحمية البلعوم الأنفي بحيث بقافل الأنف، لا، لازم لها عملية، ما بيتعالجش. جميل. هل العملية لها مضاعفات في المستقبل إذا زن اللحمية هذه؟ هل يخسر الطفل وظيفة معينة؟ لا، هو إزالة اللحمية بالطريقة الصحيحة لا تؤدي لمضاعفات،
إنما في وارد يحصل مضاعفات، بس ده طبعا من سوء تشخيص قبل العملية. يعني مثلا أدي لك مثلا، بعض الأطفال الصغيرين يبقى عندهم شق تحت كلينيكي في سقف الحلق، ده بيبقى عنده في ضعف في سقف الحلق، لو اللحمية اتشارت زيادة عن اللزوم بيبقى في تسرب هوائي أثناء الكلام، بيبقى الشخص بيبقى عنده كلام غير واضح بسبب تسرب الهواء أثناء الكلام. إنما في العادة اللحمية استئصالها ما بقاش في أي مشكلة، إلا أنه في ما نظر ممكن يحصل نزيف من الأنف. إذا رغم أن العملية بحد ذاتها عملية روتينية وبسيطة، لكن لابد أن تجرى من خلال جراح صاحب خبرة جيدة. طبعا، لأنه لازم يفحص جيد ويعرف أن المشكلة فين ويعالجها على هذا الأساس. دكتور محمد، لو الطفل بيسوي عملية للحمية عادة، هل يحتاج تنويم؟ استئصال اللحمية لا يحتاج تنويم، إنما يحتاج إبحاثات ما قبل العملية، بمعنى أنه هو بيجي قبل العملية بيتعمل إبحاثات، نطمن على معاملة الدم كلها طبيعية، ما عندوش أنيميا، نطمن ما عندوش التهابات في الأنف، تمام. وبعد كده بيحدد ميعاد العملية، بيجي يوم العملية في الصباح بيسوي العملية 3-4 ساعات بس يفوق من البنج ويقدر يخرج بعد كده بالسلامة وبيبقى أكله طبيعي بعد العملية. جميل، إذن العملية لا تحتاج تنويم، تقام في من ضمن عمليات اليوم الواحد. اليوم الواحد بالضبط حضرتك. وممكن يرجع لحياته الطبيعية بعد نهاية العملية بكذا ساعة. أي بالضبط. هل فيه أي موانع أو محاذير بعد العملية لأول كذا يوم؟ هو الموانع بس إن هو أول يوم الأكل ما يكونش ساخن، ما ينفرش من أنفه بقوة، ده أول 3-4 أيام، ما يتعرضش للشمس أو 3-4 أيام. في العادة العملية هذه دكتور تقام للأطفال في أي سن؟ هل ممكن تقام في سن صغيرة جدا أو تنتظر عادة إلى سن معين وبعدها ممكن تقوم بالعملية؟ ما فيش سن محدد لإجراء العملية، مجرد ما بنجد عندنا لحمية قافلة البلعوم الأنفي بنعمل العملية دي في أي سن. يعني أسباب إزالة اللحمية إن احنا نجد obstructing adenoid، يعني اللحمية قافلة الأنف تماما، أو نجد إن اللحمية بيحصل فيها التهابات متكررة تؤدي إلى التهابات متكررة في الأذن الوسطى، تعمل العملية ساعتها في أي سن. أفهم من كذا دكتور أنه إهمال عملية اللحمية ممكن يؤدي إلى مضاعفات أخرى؟ يؤدي إلى التهابات مزمنة في الأذن الوسطى وممكن يؤثر على السمع. طيب معلش أنا بسألك بقول لك، وش دخل اللحمية في الأنف بالأذن الوسطى؟ لأنه حضرتك عارف أنه في قناة اسمها قناة إستاكيش تفتح من الأذن للأنف، وهي تشتغل على تهوية الأذن، وفي وجود تضخم اللحمية بتقفل القناة دي فما بتشتغلش بصورة الكافية، فبيؤدي إلى تعرض أكثر لالتهابات الأذن الوسطى. جميل، إذن هذه معلومة مهمة جدا لكل مستمعينا، أنه الإهمال في علاج اللحمية، لو افترضنا أنه قلنا الطفل يستطيع تنفس وما في مشكلة وإحنا ننتظر عليه لما يكبر، ممكن يؤدي إلى التهابات في الأذن. لا، لو الطفل ما عندوش مشكلة بيقدر يتنفس وما بيحصلوش التهابات متكررة ممكن تتساب، إنما لو هي بيحصل فيها التهابات متكررة أو ما بيقدرش يتنفس ده ضرورة إجراء العملية. طيب لو شلنا اللحمية دكتور، هل ممكن ترجع مرة ثانية؟ شوف حضرتك، رجوع اللحمية بيبقى ناتج عن قصور في العملية. ليه؟ لأن احنا عادة الطريقة القديمة ان احنا بنشيل فيها اللحمية، ان احنا بنشيل اللحمية بالكحافة، ودي بتخش من داخل الفم، نكحت اللحمية من خلف سقف الحلق وما بنبصش بعدها، او في بعض الناس بتشوف المراية او بتستخدم صابعها لإحساس ان هو اذا كان في بقايا اللحمية ولا لا، وبتشتغل على هذا الأساس. انما اللي احنا بنعمله بقالنا فتره طويله جدا، ان احنا بعد ما نشيل اللحميه بالطريقه الاعتياديه بنبص بالمنظار من داخل فتحات الانف عشان نشوف لو في اي جزء من اللحميه قافله فتحات الانف الخلفيه، وده بيبقى اكتر اسباب شيوعا لرجوع اللحميه. يعني نقدر نقول ان رجوع اللحميه بيبقى ناتج عن قصور في العمليه الاولانيه اكتر من ان هو رجوع بسبب اعاده نمو. إذا من المهم جدا إذا الطفل أجرى عملية للحمية أنه يجريها في مكان يكون فيه منظار للتأكد من عدم عودة اللحمية بإذن الله، للتأكد أنه اللحمية يزالت تماما حتى لا تعود مرة. شكرا جزيلا دكتور محمد كامل، استشاري الأذن والأنف والحنجرة بمركز مغربي بالرياض، زميل كلية الجراحين الملكية. شكرا لحضرتك والمستمعين.